الجمهور ديال صبار، الجمهور ديال الجيش الملكي صبار كثير، عانى كثير عانى كثير عانى كثير. والان في لا سيزون 11 ولا 12، لان الجيش فريق ديال الالقاب. كاين دابا اون جينيراسيون ديال المحبين ديال الجيش. الو، ما شافوش الالقاب. جينيراسيون ديال المحبين ديال الجيش اللي كان اللي ما عمرهم شافوا تيسمعوا على الجيش انه فريق الالقاب. كاين اون جينيراسيون اللي ما عمرهم شافوا الالقاب مع هاد الجينيراسيون اللي كاين. صعيب وصعيب جدا. اخر لقب فاز به فريق الجيش الملكي السي محمد هو اللقب ديال كاس العرش اللي فزتي به انت مع المغرب الفاسي في 2009، وأضاع اللقب في 2013 مع خيري. سي محمد غير بين قوسين الله يخليك، فريق الجيش الملكي ربما انت لعبتي ضده، كنتي لاعب ديال فريق الرجاء الرياضي ولعبتي ضد الجيش الملكي، وما ادراك ما الجيش الملكي ديال السبعينات ديال الستينات بعدا ديال السبعينات ديال الثمانينات ملي كنتي مدرب معاه. يعني الفريق اللي كان مهاب الجانب، اين هو فريق الجيش الملكي؟ انا اتساءل واطرح سؤال عريض، انا كتضربني غير على هذا الفريق لانه فريق خصو يكون، هذا الفريق ولد من اجل الالقاب، فريق الجيش الملكي يغيب بواحد الطريقه يعني غريبه عن البوديوم، ما عرفت يعني علامه استفهام. سي محمد ملي كنا لاعبين غير المايو ديالهم، داك الشكل ديالو اللي معروف عليه الجيش الملكي باش كيلعب، كان بوحدو كيخلع. ملي كتكون لاعب مع الجيش الملكي ولابس هذاك المايو، يعني كتضرب ألف حساب الفريق الجيش الملكي واللاعبين ديال الفريق الجيش الملكي. الا بغيتي تذكر اللعاب راه خصك برامج باش تهضر غير على الجيش الملكي. الجيش الملكي فريق ديال الالقاب للاسف هذه 11 عام ولا 12 عام ما وصلش للبوديوم باستثناء 2012 2013 هذيك. مي من ذاك الوقت ما عاود توصل للبوديوم، وسي تخيط ما تهضمش الجمهور ديال الجيش الملكي اللي عشاق ديال الكره وعاشق فرقته كما تيقولوا حتى النخاع. الذي بفضله لا زال يوجد الجيش الملكي بفضل الجمهور ديالو، لان السي محمد الجيش الملكي ما عرفتش علاش ما داروش واحد القراءه لما بعد غياب الالقاب ورجع الفريق. عنده كاع الامكانيات، كاين انتدابات، كاين جمهور اللي كيتعتبر من احسن الجماهير في المغرب، جمهور يدعم الفريق في الرباط وخارج مدينه الرباط. ما عرفتش انا فين كاين المشكل ديال فريق الجيش الملكي. الجيش الملكي اصبح يلعب على البقاء في القسم الوطني الاول، وهو فريق خلق للالقاب. اين هو الجيش الملكي؟ سؤال عريض. نتمنوا ان على حسب واحد المتتبع ديالنا خالد العامري تيقول الجيش الملكي غاب منذ ان اصبحت الفرق محترفه وعندها ميزانيات كبيره اللي سبقات الجيش الملكي، ومابقاش عنده حتى داك الاسبقيه في اللاعبين الموهوبين في جميع مناطق المغرب. المدرسه ديال الجيش الملكي كانت عطات لاعبين، راه محمد يقول لك لاعبين في المستوى، راه تتشتيهم السي اسامه. لكن لا فورس ديالو اكثر كتجيب احسن لاعبين، كيجيب برشيد، كيجيب برشيد يعني، ولكن كيجيب انتدابات. الفرقه اللي دات كاس افريقيا جوج مراكش، واحد المحمديه، واحد من طنجه، واحد من جديده. راه الفرقه اللي دات كاس افريقيا ديال الجيش الملكي في الثمانينات السي محمد الا تذكر، راه صالت وجالت في افريقيا وفي المغرب، دات كاع الالقاب في هذوك السنوات 85 الى غير ذلك، دات كاع الالقاب وطنيا وخارجيا. واش الجيش الملكي قادر يرجع سي مصطفى في ظل هذا الاحتراف؟ انا كنقول لك ان فريق الجيش الملكي عنده كل الامكانيات باش يرجع. كاين تادب، فين كاين المشكل؟ كاين تادب. جيبوا لعابه اللي حملوا قميص فريق الجيش الملكي ويدافعوا عليه بواحد الشكل اللي هو يشرف الكره ديال الجمهور اللي كيتمناها فريق الجيش مصطفى. نعم، الجيش الملكي هضرنا عليه فريق ألقاب، فريق كبير وعريق اكسترا. جيب ليه لاعبين معروفين في المستوى الكبير، كتجيب لاعبين الأغلبية مغمورين تماما ولاعبين صغار، ماشي في حجم حيت هبطوا بزاف ديال اللي بيجي الملكي. شوف اللعابه اللي كيجيبوا بركان، شوف اللعابه اللي كيجيبوا الرجاء، شوف اللعابه اللي كيجيبوا الوداد. الجيش فريق القاب خصو يكون معهد مع 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 الطينه ديال الفرق، ويكونوا عنده لاعبين في مستوى الفرق اللي غنتقارع معهم على البطولات. اما كتجيب لاعبين ما معروفين شيء، صعيب وصعيب جدا، صعيب باش يقارع. غير كلمه اخيره، انا علاش بغينا نعطيو الوقت لفريق الجيش الملكي؟ لانه يحز في نفسي انني كنشوف لي باج ديال الفيسبوك، وكنشوف مجموعه من المواقع الاجتماعية جمهور فريق الجيش الملكي اللي يعني كيتأسف
وكيتمنى ان الفريق ديالو يرجع وجمهور اللي كيساند بكل صراحه. ولكن ثاني الجمهور من حيث العادات في المغرب حاليا بالفعل جمهور كثير وجمهور رياضي وجمهور يعني كيموت مع الفرقه بلغه الكوره، ولكن اعطوه فرقه، فرقه اللي تطلع البوديوم وتجيب الالقاب، هذا هو الجيش الملكي. علاش عطينا الوقت للفريق الجيش الملكي؟ لانه انا كان يعني كنتاسف للفريق. واحد النكهه واحد التشويق للشامبيونه، الشامبيونه ملي كتكون فيها الرجاء والوداد ودابا بركان وزيد عليها الحسنيه والجيش وسمو، غتكون شامبيون اخرى ولا ماص في وقتها.